اليوم بدي احكي عن ادوات القص والمسح في كوريل درو ادوات القص والمسح هي اداه الكروب ونايف سكيني فيرتشوال سيجمنت ديليت واريزر خلينا نبلش فيهن وحده وحده ان شاء الله درس اليوم راح يكون بسيط اداه الكروب إيه مثل كل برامج الديزاين نكبس باليسار ومنحدد المنطقة اللي بدنا نعمل لها كروب حتى لو حددت منطقة خارج الشكل فيش مشكلة وتضغط على انتر هاي عملنا كروب للمنطقة اللي بدنا إياها إذا بهاي البساطة هي بتشتغل هاي مرة ثانية بحدد أي منطقة بدي إياها طبعا بعد ما أحدد المنطقة بقدر أغير فيها بقدر أزيحها من محلها هيك وبضغط على انتر في خيار فيها اللي هو الروتيت انك تقدر تعمل روتيت 30 درجة مثلا وهيك مثلا هاي المنطقة بدي اياها بشكل مائل هاي انتر اذا في الها خيار ممكن استخدامه هاي اداة القص كروب خلينا نشوف اداة القص ايه نايف اللي هي السكينة ايه خيار السكينة ايه مبدأه انك بتضغط على نقطة في الشكل بتشيل ايدك عن الماوس وبتمشي لحد ما توصل لنقطة ثانية هاي قبل ما تكبس برسم لك خط وين راح يصير القص هون هذا الخط مثلا اللي أنا بدي إياه أو هيك بتعدل عليه بتحكي له أوكي بت... يعني بتكبس على الماوس الآن شو صار صار عندنا هذا قسم وهذا قسم يعني تم قص الشكل الآن أداء هاي عملت كنترول زد تراجع الآن أداة السكينة شو في إلها خيارات في إلها خيارين أول خيار اللي هو تلقائيا مضغوط عليه اللي هو اوتو كلوز يعني لما انا اعمل قص لحاله بروح بسكر المسار اللي انقص يعني هذا لو اشيلها شوف خلينها تبين شو معناها هاي لو نيجي نقص هون الشكل هيك شوفوا شو اللي راح يصير انقص معنا الشكل ولكن شو اللي صار كل جزء انقص ظله مفتوح مع يعني ما بنقدرش نلونه بمعنى انه ما بنقدرش نلونه فهو الاوتوكلوز شو بيعمل اوتوماتيك بيجي بيوصل بين النقطتين اللي مفتوحات طيب نقدر احنا بعد ما نقص هيك نوصل بين النقطتين نعم بنقدر واحنا محددين الشكل هون البروبرتي بار باخره في ايكون اسمها كلوز كيرف فهون شوفوا شو صار سكر الكيرف وعلى طول تلون اصفر طب مين اللي لونه اصفر لانه اصلا هو كان ملون اصفر يعني هو معطي امر انه يتلون باللون الاصفر نيجي على الثاني هون مثلا هاي لو بدنا نسكرها هاي شوفوا بدي اعبيها بلون احمر ولكن ما تعبت الشيء بس ان عطى امر انها هاي تتعبى بلون احمر فاول ما تتسكر شو بتكون تعبت تعبت باللون اللي اعطيت الامر الها طيب نعمل Ctrl Z ونرجع. إذا هاي خيار من خيارات ايه أداة القص السكيني. هاي خليها طبعاً احنا بنخليها اوتو كلوز لأنه بالعاده احنا نقص الشكل وبدنا نحافظ على التعبئة اللي فيه. الآن برضو لاحظنا شغلة لما جينا نقص هون شوفوا لما أقص هيك شو بصير؟ بتصير كل قطعة لحالها. طيب هاي الخيار اللي جنبها هون شوفوا لو نروح على السكينة في خيار جنبها مش مفعل اللي هو كيب as one object اذا ضغطنا عليه فشو بصير بتصير عملية القص ولكن بحافظ عليه object واحد بتضلها object واحد بجوز في شغل نسيت احكيها انه مش شرط انك تكبس كبسة وبعدين تكبس كبسة ثانية ممكن انك تكبس وتضلك كابس وتمشي بخط متعرج عادي ها هيك يعني بس لازم تنتهي في نقطة بالنهاية هاي فهون شو صار عندنا صارت هاي شكل وهاي شكل طبعا ليش كتلة لي واحدة لاني انا كنت حاكي له انه كيب از ون اوبجيكت فاذا فكيتها ورجعت هيك مثلا عملت شوفوا فهون هاي صارت شكل وهاي شكل طيب اذا هاي اداة القص السكيني خلينا نعمل كنترول زد ونرجع على الأداة اللي بعدها اللي هي Virtual Segment Delete هذه أداة كثير منيحة خلينا نشوف لإيش خلينا نفترض في عندنا هيك دائرة هاي هيك مثلا معبية شوفوا عشان تبين معنا منيح الرسمة بدي أشيل الألوان كيف منشيل التعبئة بنيجي على أول لون هون اللي هو فاضي يعني بعبيه بلون فاضي وكأني بحكي له بديش تعبئة هاي هون تعبيها باللون الفاضي شوفوا هاي الفيرتشوال سيجمنت ديليت شو الهدف منها الان شوفوا هاي المنطقه اللي هو المنطقه المتداخله اللي داخل المستطيل لو بدي اقصها بديش اياها باجي بضغط على اي نقطه فيها فهو لحاله بروح بشيل كل المنطقه يعني من عند اول نقطه تقاطع لاول نقطه تقاطع هون طيب الان هاي المنطقه شوفوا المثل اللي هو يعني الخطين اللي هون الزاوية القائمة اللي هون لو بدي اشيلها برجع بكبس عليها كبسة واحدة بتنشال فبهاي الطريقة انا بشيل الزيادات اللي موجودة عندي بالرسم بطريقة سريعة الاداة الاخيرة اللي هي اداة المسح الاريزر المحاي مثل ما احنا بنعرفها يعني المحاي اسهل وحدة بجوز المحاي خياراتها سهلة اولا شكل المحاي يكون دائرة او مربع وحجم المحاي وفي شيء اسمه هون ريديوس نودز شكل المحاي يعني بدنا نختار شكلها كيف تكون حجمها هون تقدر تزيده عشان نزيده مرة واحدة نخليه خمسين الآن عشان نزيد ونقلل بسرعة في اختصار مفيد جدا اللي هو بتكبس شيفت وانت كابس شيفت تكبس على الماوس باليسار وبتصير تكبر وتصغر فهاي هيك شيفت وعلى الماوس باليسار بتكبر وبتصغر فحجم حجم المحاي بدي اياه هيك مثلا انا وبدي اجي امسح هذا الشكل طبعا ان مسحت شكل وانت مش محدد ان مسحت وانت مش محدد شكل بتطلع لك رساله بحكي لك انه المساحه تتطلب انك انت تكون محدد شكل بحكي له اوكي فباجي هون بحدد هذا الشكل بعدين باجي على المحاي وبمسحك فمبدا هاي بدي اصغرها شوي وامسح هيك هاي بدي اصغرها اكثر وامسح هيك مثلا فمبدا المحاي انك انت بتختار شكلها بتحدد حجمها وبتمسح مثل اي برنامج ثاني الان هون شو معنى خيار Reduce نودز لما احنا نمسح المسار اللي احنا مسحنا عليه شو بده يصير فيه لما يكون شكله هيك بروح بوصل بينه هو بنقاط شوفوا هيها هي نقاط هي نقطه هي نقطه هي نقطه هي نقطه هسه طب طب كم نقطه يحط يعني هون مثلا ليش مش حاطط نقطه هون ليش مش حاطط نقطه لانه هاي خياراتها كبيره انه كم نقطه فهون الخيار اللي عندنا ريديوس نودز يعني انه حط نقطه بالمنطقه اللي فعلا محتاج ان احنا نحط فيها نقطه طيب لو اشيلها واجي امسح شوف بنحط نقط بس مثلا هاي المنطقه شوفوا نحط فيها نقط بزياده لو اني انا عامل ريديوس نودز مثلا هاي بجوز ما يرسمهاش ما داعي يعني يحكي إذا مثل ما عرفنا الكروب نايف فيرتشوال سيجمنت ديليت إريزر اذا اليوم هيك احنا تعرفنا على ادوات القص والمسح في كوريليدرو شكرا لكم بتمنى تكونوا استفدتوا